بسم بسم الله الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. الحمد الحمد لله لله رب رب العالمين، العالمين، والصلاة والصلاة والسلام والسلام على على سيد سيد المرسلين المرسلين محمد محمد وآله وآله وأصحابه وأصحابه أجمعين. أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبدة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله تعالى بعلومه. آمين يا رب العالمين. باب إسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. وبه قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي حا. وبه قال حدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أنه تداوله بذات عشر من رب إلى رب. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان رضي الله تعالى عنه قال سمعت سلمان رضي الله تعالى عنه يقول انا من رام هرمزة. وبه قال حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن عاصم الاحول عن ابي عثمان عن سلمان رضي الله تعالى عنه قال قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. باب قراءة الفاجر والمنافق وأصواتهم وتلاوتهم لا يجاوز حناجرهم. وبه قال حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، ومثل الذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبه قال حدثنا علي قال حدثني هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري. وبه قال حدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة. وبه قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فسألوا ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفار فقال إنه ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يحدثون بشيء يكون حقا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطف الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه أكثر من 100 كذبة. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية
فيقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط فهو الجاهل. امام بخاري رحمه الله نے اپنی کتاب کے اندر جتنے بھی اخبار قائم کیے ہیں ہر باب کے اندر کسی نہ کسی چیز کو کنایت اشارت دلالت بیان فرمایا ہے. یہاں امام بخاری نے اپنی کتاب میں سب سے اخیر میں کتاب التوحید کو بیان کیا ہے. کافی دنوں سے بچے تم پڑھ رہے ہو روایتن لیکن کتاب التوحید چل رہی ہے, اس کے اندر مختلف ابواب ہیں.